جمعت رعد الشمال بساحة الحرية بتعز، والتي حضر إليها المصلون مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لغزو مدينتهم من قبل الميليشيات وبدء المقاومة. ساقوا ميليشياتهم باسم مسيرة قرآنية وهي أبعد ما تكون عن القرآن، تقتل وتأسر وتشرد وتمزق النسيج الاجتماعي، ترفع شعارها نحو السماء وتملأ الأرض بالدماء، تحتفل بالمولد وتهدم المسجد، تعلن محاربة الجرع وتفتتح الأسواق السوداء في كل محافظة، فصار عندنا نفط أسود وغاز أسود ولباس أسود، فكانت مسيرة السواد والفساد، فهي مسيرة إيرانية بأعمال شيطانية. عجزت الميليشيات عن تركيع المدينة بفضل تماسك أبنائها بكل توجهاتهم ومشاربهم، فلجأ المخلوع إلى شراء الذمم من خلال ضعاف النفوس والمرتزقة. ولما عجز المخلوع والحوثي في هذه المدينة عن تركيع أبنائها بالحصار الجائر الظالم، وحشد كل ترساناته العسكرية التي تحيط بالمدينة من كل حدب وصوب، يقذفون هذه المدينة بنيران حقدهم وغضبهم، ويفرغون القذائف على الأحياء فيقتلون ويدمرون ويشردون، فعجزوا أمام هذا الصمود، لأن صمودكم أذلهم ومرغ أنوفهم وأسقط مشروعهم. فعمد هذا المخلوع إلى تحريك خلايا لتشويه المقاومة، لكن أنى لهم ذلك، كما أثبتت هذه المحافظة جمال مقاومتها للغزو في الخارج، فإنها ستثبت جمال توحدها ورص صفوفها في داخلها. صلي على شهداء المقاومة في كل أرجاء الوطن، كما حيى المصلون القوات الإسلامية في تدريبات رعد الشمال، هاتفين لها وللنصر على أعداء الوطن وأعداء الأمة العربية والإسلامية.